مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الزراعيه الان. طبعا كلنا عارفين ومتاكدين انه الثروه الحيوانيه شيء مهم جدا جدا، عشان كده احنا شغالين عليه بمجهودات عاليه جدا. طيب انت الحكومه بتشتغل على الثروه الحيوانيه وتنميتها بمختلف الاشكال ومختلف المشروعات والدعم الشديد جدا لهذا الموضوع، زي مشروع البتلو وكمان تحسين السلالات وغيره. وكان معنا فقرات كتير قوي بتتكلم على التحسين الوراثي والكلام ده، وازاي ان احنا بنتكلم على بنك الجينات وبندعم علمائنا في المجال ده. طيب الناحية دي بتاعت الدولة، لكن الناحية التانية المهمة بالنسبة لي انا شخصيا هي ناحية المزارع، اللي انا عارفة ومتأكدة وحاسة 1000000% انه اي رأس ماشية بيمتلكها المزارع بتكون عزيزة عليه جدا 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 وغاية في الأهمية، زي ما بيحب أرضه زي ما بيحب الماشية بتاعته، لأنها مصدر دخله ودايما بيحب يراعيها عشان ياخد منها بقى لحوم زيادة، كمان إنتاج ألبان وجلود وغيره. طيب إحنا النهاردة بنقول لحضرتك لازم تركز جدا في موضوع التحصينات، وبالأمارة أنت كان عندك حملات تحصينية مستمرة بقالها فترة ولسه كمان مستمرة، وهكلم حضراتكم عليها بالتفصيل في أول خبر. التحصين ضد الحمى القلاعية وكمان الوادي المتصدع. الحكومة وتحديدا وزارة الزراعة ومعالي وزير الزراعة السيد القصير بيناشد كل المزارعين انهم يحصنوا المواشي الخاصة بهم، وبيشدد وبيؤكد على توافر كل اللقاحات الخاصة بموضوع الحمى القلاعية والوادي المتصدع. كمان بيخاطب المزارع المصري انه لازم يحصن أو يأمن على الثروة الحيوانية بتاعته، حتى لو كنت بتمتلك رأس واحدة فبالتالي روح أمن عليها، لأنه التأمين بيكون مبلغ مالي بسيط وزهيد جدا مقابل التعويض اللي حضرتك بتاخده لقدر الله في حالة النفوق أو السرقة. مبالغ التعويضات بتوصل ل100%، فبالتالي أرجو حضراتكم أنكم تركزوا تحديدا في الوقت ده اللي فيه ارتفاع درجات حرارة وتغيرات مناخية وبعض الأوبئة، وإحنا الحمد لله الوضع عندنا تحت السيطرة وعندنا الكثير من اللقاحات. أنا حبيت أأكد على حضراتكم المعلومة دي في بداية الحلقة عشان موضوع الثروة الحيوانية ده شيء مهم جدا بالنسبة لنا وبالنسبة للمزارع. فقرتي الحوارية إن شاء الله هنتكلم فيها النهاردة على دودة الحشد، هنفضل وراها وبنتكلم عليها لغاية ما نقدر نسيطر عليها ونقضي عليها تماما، لأنه زي ما دايما بقول وزي ما حضراتكم عارفين إنه دودة الحشد بالنسبة لها الذرة هو الكباب والكفتة بتاعها. هنحافظ على محصولنا وبقية المحاصيل اللي بتتعرض لها هذه الدودة الشرهة القاسية شوية في ضراوة مهاجمتها للمحصول، ولكن احنا ما فيش حاجة ابدا تستعصي علينا، احنا بنعرف نتصدى ليها واخرنا كمان الاصابة مقارنة بباقي الدول. دي الفقرة الحوارية بتاعتنا النهاردة هنتكلم فيها عن دودة الحشد. يلا نروح لأخبارنا، وزي ما قلت لحضراتكم لازم في أول خبر نتكلم على التحصينات العامة الخاصة بالماشية. وزير الزراعة بيقول لنا أنه تم تحصين 1.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلعية والوادي المتصدع. تعالوا نشوف تفاصيل الخبر اللي أعلن عنها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بالفعل تم تحصين من الماشية ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت في 14 يوليو 2022، والكلام ده طبعا كان بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة. تم تحصين بالفعل بقى، خلي بالكم من الأرقام، 748,724 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلعية. بينها كام؟ بينها 390,435 رأس من الأبقار. أما بقى من الجاموس تم تحصين 186,531 من الجاموس، وأيضا 145,982 رأس من الأغنام. رأس الماعز بقى تم تحصين 25,776، الكلام ده حتى 23 يوليو الجاري. كمان تم تحصين 648,910 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع. كان ما بينهم
318,327 رأس من الأبقار، وكمان من الجاموس تم تحصين 180,826 رأس جاموس. كمان تم تحصين 123,185 رأس أغنام، بالإضافة إلى تحصين 25,476 رأس معز. أما بقى بالنسبة للجمال فتم تحصين 1096 رأس من الجمال حتى يوليو 23 يوليو هذا الشهر. كمان معالي الوزير السيد القصير كان بيناشد المربيين وبيناشدهم بالفعل على التجاوب مع الحملة والحرص الشديد على تحصين مواشيهم، ده طبعا لحمايتها من الأمراض والأوبئة، مشيرا إلى توافر اللقاحات المطلوبة، وإن الحملات الخاصة بالتحصين بتكون موجودة من البيت للبيت وبتجوب القرى والنجوع في جميع محافظات الجمهورية. مش بس كده، كمان ناشد معالي الوزير المربيين الاشتراك في صندوق التأمين، لأن ذلك طبعا هو السبيل الوحيد لتعويضهم في حالة تعويض مواشيهم، طبعا إذا حال لا قدر الله في حصل مثلا سرقة أو نفوق. وبيؤكد طبعا أنه التأمين على الماشية بيكون مقابل مبلغ مالي زهيد، ولكن التعويض زي ما قلت لحضراتكم بيصل إلى 100% من قيمة الماشية. يعني أنا قلت لحضراتكم الأرقام بالتفصيل عشان بس نبقى واضح بالنسبة لنا الحالة عاملة إزاي، إنه فعلا بيتم التحصين بمنتهى العناية والحرص، والحملات بتكون موجودة في كل المحافظات والقرى والنجوع، يعني مش بس في المحافظات الرئيسية ولا المراكز الأساسية، لأ أنت تحت عينينا وتحت متابعتنا لحظة بلحظة أيا كان مكانك. يلا نروح بقى للمؤتمر المهم جداً اللي انطلق بالفعل النهاردة، انطلاق مؤتمر المهندسين الزراعيين الأفارقة، ده لبحث تأثير تغير المناخ على الزراعة. انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الإفريقي حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة اليوم، وكان الكلام ده بمدينة شرم الشيخ، وده كان بعنوان مبادرة اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة في تخفيف أثر التغيرات المناخية على التنمية الزراعية المستدامة بإفريقيا. وطبعا نظم المؤتمر الأمانة العامة لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، وكان في مشاركة من نقابة المهن الزراعية تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبيشارك فيه عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بتأثير المناخ على الزراعة. كمان قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية قبيل انطلاق المؤتمر أنه يأتي في إطار استعدادات تنظيم القمة العالمية كوب 27 للمناخ، والمقرر عقدها في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بيشارك فيها طبعا زعماء العالم لبحث مخاطر التغيرات المناخية والتي أصبحت خطرا يهدد الوجود الإنساني، لافتا إلى أن أثار التغيرات المناخية أصبحت واضحة للعيان بعد تعرض أوروبا لارتفاع في درجات الحرارة نتج عنه تلف في المحاصيل ونفوق للماشية، وما حدث بالفعل خلال العام الماضي من فيضانات دمرت منشآت عدة في أوروبا كانت طبعا تحسب نفسها بعيدة عن مخاطر المناخ. وأكد خليفة أيضا أن المؤتمر بيناقش أكبر تحدي عالمي يحدث الآن وخاصة بالأمن الغذائي. تعليقا على هذا الخبر معنا الأستاذ الدكتور مجدي علام مستشار الأمم المتحدة لتغير المناخ، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، يعني ادينا لمحة عامة عن انطلاق مؤتمر المهندسين الزراعيين الأفارقة اللي انطلق اليوم بالفعل من مدينة السلام شرم الشيخ. هذه الدورة الثالثة لانعقاد مؤتمر اتحاد الزراعيين الأفارقة بعد انعقاد الدورة الأولى في جمهورية مصر العربية والدورة الثانية في المملكة المغربية، ودي الدورة الثالثة لانعقاد مؤتمر العام لاتحاد الزراعيين الأفارقة. والحقيقة هو بيتابع يعني ما تم في المرحلتين السابقة، المرحلة الأولى كان الحديث عن
تعاون أفريقي في مجال الزراعة خصوصا في الدول المتأثرة بالمناخ، ثم في الدورة الثانية كان تبادل في الخبرات ما بين الدول الأفريقية وجمهورية مصر العربية وبعض الدول الأوروبية، ثم في هذه الدورة التركيز على المشاركة في كوب 27 اتحاد الزراعيين الأفارقة، تقدم بطلب المشاركة في كوب 27 الذي سيعقد في شرم الشيخ. والمبادرة اللي أطلقها اتحاد الزراعيين الأفارقة هو يعني مبادرة المنجروف كحماية للشواطئ في الوطن العربي ليس فقط في جمهورية مصر العربية، وخصوصا على ساحل البحر الأحمر على جانبيه السعودي والمصري، وباعتبار هذا نوع من حماية الشواطئ والتركيبة الجيولوجية للبحر الأحمر، وفي نفس الوقت التركيبة الإيكولوجية البيئية والتركيبة الخاصة بالغطاء النباتي، خصوصا انه نبات المنجروف ليس فقط انه هو مجرد شجيرات لحماية السواحل، ولكن ايضا بيعيش تحته وينمو كثير من القشريات واشهرها الجمبري كابوريا بانواعها، ثم ايضا غير الثروة السمكية اوراق المنجروف نفسه بتاخد المياه المالحة وبتطلع قطرات مياه عذبة، فالحيوانات والجمال والماشية والدواب اللي عايشة في هذه المناطق عارفة كويس الورقة بتاعت المنجروف وبتستخدمها ك يعني ماء لري عطشها. طيب احنا فقدنا الاتصال، يعني لو في معانا وقت هنحاول نكلم دكتور مجدي مره تانية، وزي ما هو تفضل واتكلم انه دي المره الثالثه لانعقاد مثل هذا المؤتمر، فبالتالي احنا شايفين انه قد ايه انه فعلا مصر بتستفيد من مثل هذه المؤتمرات للتبادل الدائم في الخبرات المختلفه اللي بالفعل احنا محتاجينه دلوقتي عشان نقدر نتصدى للتغيرات المناخية القاسية اللي فعلا تأثيرها مش واضح بس على مصر ولا القارة السمراء، ولكن كمان على أوروبا. طيب لو حاولنا ناخد الاتصال مرة تانية بس ناخد الخبر اللي بعده، ولو الاتصال معانا جاهز نبقى نستقبله مرة تانية. طيب الزراعة بتطلق فعاليات ورشة العمل التدريبية في مجال مستقبل صناعة التقاوي بمصر، وبالفعل أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي فعاليات ورشة العمل التدريبية في مجال مستقبل صناعة التقاوي في مصر، وده كان بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، وطبعا تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وافتتح ورشة العمل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وأيضا الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة. ومن جهته قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إن ورشة العمل ستناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بمستقبل صناعة التقاوي في مصر، وعلى رأسها طبعا دور الإدارتين المركزيتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي، فضلا عن إجراءات تسجيل الأصناف النباتية وحمايتها. وأشار إلى أنه سيتم أيضا استعراض دور البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، وكمان مشروع تطوير زراعة قصب السكر في مصر، وده طبعا باستخدام الشتلات المعتمدة، وبالإضافة إلى اعتماد شتلات الفاكهة، فضلا عن استدامة وتنمية زراعة القطن المصري. ده كان خبرنا من الزراعة. هنروح للري. وزير الري بيناقش تنفيذ الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه. اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري مع الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وده طبعا لمتابعة التعاون ما بين المركز القومي للبحوث الخاصة بالمياه وأجهزة الوزارة المختلفة، وده لتنفيذ الخطة البحثية للمركز بما يخدم أهداف الوزارة واستراتيجيتها أيضا.
كمان أوضح عبد العاطي أن الخطة البحثية للمركز بتهدف لدعم خطط الوزارة الخاصة بالموارد المائية والري وأهدافها الاستراتيجية، بما يسهم بشكل كبير في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعا، وكذلك أيضا في إطار حرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة. كمان أكد عبد العاطي أن الوزارة بتدعم بشكل كبير جدا دور ومكانة المركز القومي لبحوث المياه، والذي يمثل مركز متميز جدا في المنطقة العربية والإفريقية في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية، مشيرا أيضا للطفرة الكبيرة التي حققها المركز خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي. من الري هنروح للتموين. وزير التموين بيكلمنا عن طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيه للطبق، فتعالوا نشوف التفاصيل الحلوة دي. الكلام ده أكد عليه الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد بالفعل أنه تم طرح كميات كبيرة من أطباق بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيه للطبق الواحد، وأن الكميات المطروحة جاءت بناء على الاتفاق الذي تم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والاتحاد الدجني. وبيتابع وزير التموين والتجارة الداخلية يوميا عملية طرح بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث تلقى تقرير من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول توافر كميات كبيرة من البيض بالمجمعات الاستهلاكية بالنسب تتفاوت ما بين 300 طبق وصولا إلى 1500 طبق بكل مجمع، وطبعا الكلام ده حسب الكثافة السكانية بجوار كل مجمع استهلاكي. يلا نروح لآخر خبر، وآخر خبر عن الأرصاد والحرارة. يعني لا أخفيكم سرا، حضراتكم حاسين بيها، عالية جدا، والصهد والدرجات الحرارة المرتفعة دي هنفضل مكملين فيها لآخر الصيف، ربنا يعيننا. الأرصاد، استمرار الأجواء شديدة الحرارة لنهاية الأسبوع، والمحسومة في القاهرة ب 39 درجة وممكن تكون أزيد سنة. ده الكلام اللي كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه آخر صور للأقمار الصناعية بتشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة حتى نهاية الأسبوع الحالي وكمان مطلع الأسبوع القادم، والكلام ده على أغلب الأنحاء. وتابعت هيئة الأرصاد الجوية قالت أنه درجات الحرارة الآن في الظل في القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية. ويشهد اليوم الاثنين طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. يعني أنا كان نفسي أقول لحضراتكم إن إحنا درجات الحرارة هتهدى شوية، بس أنا من غير ما أقول واضح جدا إنه درجات الحرارة قاسية وعنيفة. بفكركم وبفكر نفسي والسادة المصيفين اللي بيستمتعوا بالشواطئ، يا بختهم وربنا يمتعهم، بس يعني خلوا بالكم ما تنزلوش في ساعات الذروة، كتروا من السوائل، واقي الشمس، دايما خليكم قاعدين في الظل، ما تحاولوش تنزلوا الساعة 12 ممكن الصبح بدري أو آخر النهار، خلوا بالكم من المد والجزر ونشاط الرياح في بعض الأوقات، ربنا يحفظ حضراتكم جميعا عشان حالات الغرق. وكمان موضوع أن أنا أسأل على الشاطئ لو في إمكانية للنزول، لأنه في شواطئ ممنوع فيها السباحة، وتحديدا بعض الشواطئ الخاصة بالساحل الشمالي وفي اسكندرية تحديدا كمان. طيب احنا كده خلصنا اخبارنا، يلا نروح سريعا للفقرة الحوارية اللي هنتصدى فيها بكل حسم وقوة لدودة الحشد اللي مغلبانا، واحنا كمان هنغلبها بالمكافحة والمجابهة الشديدة جدا، ولازم
خلي بالك صديق المزارع من بعض التفاصيل اللي لازم تلتزم بيها عشان تخلي بالك من موضوع دودة الحشد. كل التفاصيل دي وأكتر منها كمان هنعرفها في فقرتنا الحوارية في الزراعية الآن، ولكن بعد الفاصل.